كان عندي مشكلة في القفص الصدري. واش المشكل كتكحي ولا مشكل؟ لا ما عندي لا كحالة ولا هي لا كنحرق هنا ما عنديش شي. ملي كنعدي عليها المعدة كتحرقني. كتحرقني؟ كنت دايرة تيو ديال المعدة؟ يعني السيلياك يعني ملي درت تيو. شحال هادي باش درتي؟ تقريبا شي 5 سنين دابا. 5 سنين داكوغ. اليوم حنا حاضرين في واحد ندوة تحسيسية مع جمعيات أمراض السيلياك لجهة الشمال. هاد الندوة هادي اللي درناها مع الناس المرضى ولا العائلة المرضى ديال مالادي السيلياك أو الداء البطني باش نقوموا بتحسيس بهذا المرض. اللي قمنا به هو أنه شفنا جميع أعراض المرض اللي كاينة في الجهاز الهضمي وحاولنا أتخافر هاد الندوة هادي أننا نشوفوا شنو هما الحلول اللي قدروا نديروها. اللي معروف على هذا المرض هو مرض مناعاتي اللي كيقيس المعي الدقيق والمعي الرقيق واللي كيعطينا تضمر ديال هذوك الهديبات ديال المعي الرقيق، فكيكون هناك صعوبات في الامتصاص. هادشي كتنتج عنه مجموعه من الاعراض ما بينها الانيميا او فقر الدم، انخفاض في الفيتامين دي، في الكالسيوم، دونك مجموعه هشاشات العظام، مجموعه ديال الاعراض. التشخيص ديال هذا المرض هذا كينبني على تحاليل ديال الدم وعلى واحد المنظار واحد التشخيص ديال المعي الرقيق باش كنعرفوا لو ستاد ديال الداء البطني او لا مالادي سيلياك. وبيان سور لو تريتمون ديالو سي اسونسيالمون الريجيم خالي من غلوتين. دونك اليوم الجمعيات الحضور ديالي مع هذه الجمعيه هو ضروري. علاش؟ لانه مرض السيلياك سي فغي ما كاينش هناك دواء لمرض السيلياك، ولكن كاين هناك ريجيم وهذا الريجيم قاسي لانه مدى الحياه. يعني الناس اللي كيكونوا مريضين بالسيلياك فاش كينخرطوا في هذه الجمعيات فكيخفف عليهم هذا الشيء، كيفسر لهم الريجيم، لانه هذا الريجيم هذا خصو يدار بصفه متقنه، يعني انه ما كاينش القمح، ما كاينش الشعير، ما كاينش المشتقات، ما كاينش المعلبات، هادشي كامل كنحيدوه. دونك هنا الجمعيه كتعاون والخبراء في التغذيه كيعاونوا على التربيه على واحد النمط ديال الحياه باش نقدروا نتفاداو العواقب ديال هذا المرض هذا، باش هذا المرض هذا ما يتطورش، وبيان سور باش نيفيتيو الاعراض ديال هذا المرض عند الناس. سعيد باش انا نعطيك تشخيص غير بالوصف، يعني احسن حاجه هي فاش كنشوفو ولادو كنشخصو شنو المشكل عنده. كما قالت الاستاذه قد تكون كسر الترومبوز او العروقه. دونك كانت هذه ندوه واحد اللقاء مع الناس اللي عندهم مرض السيلياك بحضور الاستاذه ملوكي اللي هي اختصاصيه في هذا المجال، وكان واحد تبادل الاسئله ما بين المرضى وما بين الطبيبه ديال مرضي السيلياك ولا الطبيبه ديال الغدد، وكانوا اسئله اللي نورت المرضى وعطاتهم معلومات يعني من المصدر اللي كتخليهم انهم يتبعوا الحميه ديالهم وانهم يقلبوا على جميع الاسئله اللي كتكون عندهم ويلقاو لها الجواب. وبين هاد الندوات هادو كنساهموا في تنوير المرضى واعطاهم يعني مجال لا حيث الامل في العلاج ولا كذلك امل في طلب المعلومه. في بروديرو لي جوج مرات، مره في الاول في المعده، المره الثانيه عاودوا لي في المصري، ودايره الريجيم يعني مطبقه 100%. اكتشفت لي مرض، عملت لي لابيوبسي وقالت لي بلي عندك مرض سيلياك، ومرض سيلياك ما كيتعالجش، ودابا الحمد لله يعني عايشه مزيانه لا مع الدار ديالنا، يعني مرض كنت عايش معاه حيت ملي كنت صغيره وانا مع هاد المرض هذا، والحمد لله يعني حاليا دابا ما كنجبر حتى شي صعوبه، كل شيء موجود، يعني ما كنجبر حتى شي صعوبه مع الحياه ديالي ديال ومع مرض السيلياك. يعني انا مرض كنحس به عادي ماشي مرض، وحاليا ما كنعمل حتى شي دواء حتى شي حاجه الحمد لله. الحاجه اللي ممنوعه عليا هي الحاجه اللي كتكون فيها غلوتين، والا كليتها راه كتمرضني في الحينه، كتملي حرق في كلشي، وما عليها كنستعجب. ملي كنكون يعني خارجه، ملي كنخرج ولا شي حاجه مع خوتي ولا شي حاجه، يعني كناكل ما كناكلش، كناكل في الدار، حتى كنخرج وكجي عاد كناكل، يعني كنتنجب الماكله الزنقه، كنحاول ما ناكلهاش باش نبقى مزيانه. كامل بنا ولله الحمد استفدنا من الاساتذه، وكنبقاو حنايا كجمعيه راه الاشاره ديالكم،
وريجيم ريجيم ريجيم ما في شيء. انا بغي زعما كي نشوف دين كيقول لك خلي الناس ياكلوا، انا بيدي نبغي الناس ياكلوا بالحق، غادي يضروا راسهم. لي ما تاكلوش بنتي ما تاكلوش نتوما، فحافظوا على الحميه ديالكم. مرض السيلياك هو مرض كيسميوه لايسبرغ، علاش؟ لان المنطقه اللي هي باينه قليله بارابور للمنطقه اللي هي مختفيه، لان مرض ديال المناعه الذاتيه من الامراض ديال المناعه الذاتيه مرض وراثي، وهو عنده بزاف ديال الامراض اللي هي اسوسيه مع مرض السيلياك. غنمشيو للسنان، غنمشيو للجلد، غنمشيو للعظام، غنمشيو للجهاز العصبي، فمرتبط واحد المجموعه ديال الامراض. فحنايا كل عام كنعملوا ندوه طبيه باش كنوعيو الناس بضروره احترام الحمية. علاش؟ لان ها شنو هو المرض، ها تعرف بالمرض وما يستهنوش، حيت شحال من واحد كيستهن كيقول لك شنو هي الخبز، كاين اللي كيقول لك كيرفض الحمية. علاش؟ لان الخبز عمره ما قتلت شي واحد. الوغ كو كنقول لهم من هنا، حنايا اللي عندنا مرض السيلياك فالخبز او المشتقات ديال الزرع او اي حاجه فيها الجلوتين فهي مجرد او عباره عن واحد الدوزاج ديال السم كتناولو، وكل مره كتناولو تينا كتزيد تقطع المصارن ديالك. فخص حميه، وحميه جد صارمه. مي كنقولوا حميه كنقولوا خاليه من جلوتين، كنقولوا خاليه من التلوث. نشكركم على هذه المعلومات القيمه اللي عطيتونا، وشحال من حاجه كنا جاهلين ليها. تنشكركم بزاف، جعل الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شكرا على السؤال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.